عشان عندي أمل من أشوفه خلي يقول الحقيقة. ما توقعت ألقي مخبل. بس أنت مو قلت حسيته للحظة بلش يتذكر واعي؟ ليتك أنت تتمنى. على الأسف كل الوقت اللي انتظرته هيك راح الخالي بلاش. لأن زيد هسه ما موجود. زين أنا شو راح أرفع راسي قدام خواتك؟ بابا مثل ما أني مؤمنة ببراءتك أني متأكدة خواتي هم. أني بس أريدك ترتاح وما تشيل هم أبدا. زين إذا هن مثلك زوج سارة ومروة معقولة يقتنعون أني بريء؟ زين أمك وزوجها راح يقتنعون بهالشي؟ أنت كل اللي همك إحنا، إحنا بناتك وبس، الباقي مو مهمين. لا بنيتي لا، أنا يهمني الناس اللي أنتوا عايشين وياهم، اللي عايشين حواليهم، وأنا ما أريد أخرب حياتكم يا بنيتي. أنتوا تعرفين سارة وزوجها مشاكل، وعلى أي سبب ممكن يطلقون؟ فشلون إذا زوجها عرف أن أبوها كان متهم بجريمة قتل وكان بالسجن؟ ظاهر أمك عندها حق من قلت نخليك بعيد عنها. زين ممكن يعرفون بالسر مثلي؟ لا بنيتي لا، هالشي راح يعذبهم، راح يصير عندهم سر ويضطرون يكذبون على أزواجهم، وأنا ما أريد أسبب لهم مشاكل. افتهمت بنيتي؟ دا أفهمك. زين خليني أقول لسارة، أنا ما راح أقولها إنه أنت بابا، بس أقلها تعرف بقصتك. بنيتي مو أمك طلبت مني أن كل شيء ما أتصرف إلى أن هي تحكي ويا زوجها، وأنا ما أريد فاتن تفقد الثقة بي. تفقد ثقتها بيك؟ بس هي من البداية، من البداية ما وقفت وياك وما كانت واثقة بيك، تريدها هسه ما تفقد ثقتها بيك؟ خلص نور، بس توعدين بنيتي ما تحكين أي شيء قدام خواتك. تمام ما راح أحكي، بس أنا ما راح أقدر أوعدك لأنه كل شيء ما نعرف شنو راح يصير.